أهلا بكم. تكثف إيران وأذرعها استخدام المسيرات مصاعدة مروحة استهدافاتها لتشمل رأس السلطة التنفيذية في العراق، تصعيد يسلط الضوء على تلك التقنية القادرة على استهداف دقيق، ما يحدث تغييرا في التوازنات العسكرية في دول المنطقة. معهد واشنطن نشر عددا من الدراسات عن الموضوع منذ الإعلان عن محاولة استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولفت المعهد إلى أن استهداف رئيس الوزراء العراقي لم يأتي بالضرورة بإعاز إيراني، وأن الميليشيات التابعة لطهران أصبح لديها فائض قوة في التسلح لتنفيذ أجندتها الخاصة رغم تراجع شعبيتها. نسأل المشارك في الدراسات الأخيرة كريسبن سميث، هل تفقد إيران سيطرتها على ميليشياتها أم أن كل الاستهدافات التي تشنها الميليشيات تصب في النهاية في مصلحتها؟ أهلا بك. أهلا بك. That's a great question. هذا سؤال ممتاز. خلال السنتين الماضيتين تقريبا صعدت إيران من الضغط على ميليشياتها وتحديدا على كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق لتنفذ سياسات تخدم مصالحها في وجه القوات الأمريكية والحكومة العراقية. وفي هذا الإطار، رغم محاولات طهران تحييد نفسها عن منفذي الهجوم وعن العملية نفسها، إلا أن المسؤولية تقع عليها لأنها تعرف جيدا الجهات التي زودتها بالمسيرات والتي نفذت من خلالها محاولة الاغتيال. وحتى إن لم تكن هي من أمر بتنفيذ العملية الأخيرة، لأننا لا نستطيع إخفال الواقع بأن إيران هي من عملت على تمويل وتسليح وتدريب تلك الميليشيات لسنوات عديدة، كما أنه من الواضح أنها غير معنية بوقف أو ردع الميليشيات التابعة لها عن ممارساتها السيئة في العراق التي تقوض استقراره، وفضلت عدم القيام بذلك. نعم، وكان لافتاً في هذا السياق تغريدات بعض الخبراء كالباحث في معهد هوفر جوال ريبرن أن الميليشيات العراقية أخبرت إيران، لكن جواب الأخيرة كان حسناً، لا قدرة لنا على ثنيكم عن القيام بذلك. ما رأيك بهذه التغريدة؟ That's right. هذا صحيح، وحتى لو رأينا تغييرا في طبيعة العلاقات بين الميليشيات وإيران أو بين الميليشيات نفسها بشكل مستمر، إلا أن التأثير الإيراني عليها يبقى قويا جدا، وهذا لن يتغير قريبا. أعتقد أن إيران قد تكون تفاجأت من العملية الأخيرة، لأن ذلك ليس في مصلحتها الآن، إلا أنها هي من زودت تلك الميليشيات بالمعرفة والتقنيات لتنفيذ الاغتيالات، وبالتالي هي المسؤولة عن معاقبة هؤلاء إذا أرادت ذلك، ولكن لن نرى ذلك كما أتصور. في الدراسة أشرت إلى أن تلك العمليات ستزيد من عزلة الميليشيات، ولكن في الوقت نفسه ألا تعتقد أنها تحقق مكاسب سياسية من خلال تلك العمليات مثل المشاركة في الحكومة؟ نعم، هذا تحديدا هو هدف الميليشيات. خلال الفترة الأخيرة تعرضت لضغوط شعبية كثيرة، خاصة خلال السنتين الماضيتين، وفي الانتخابات لم تحقق نتائج مرضية، وكانت النتيجة واضحة حتى قبل الانتخابات من خلال استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعا كبيرا في شعبية الميليشيات الموالية لإيران، وهذا ما أثار الذعر في نفوس قيادات الميليشيا التي تتخوف من إقصائها من الحكم الديمقراطي الذي يصب إليه العراق، فبدأوا بالتشكيك بنتائج الانتخابات، وبعدها صعدوا موقفهم بتنفيذ مظاهرات في المنطقة الخضراء لزيادة الضغط لتأمين حصة من كعكة الحكم، وسيلان الدماء في المظاهرات لا يزعجهم بل يخدم أجندتهم لإظهار المظلومية، وكأنهم يتعرضون للقمع من أجل تصعيد موقفهم أكثر. وفي هذا الإطار، محاولة اغتيال رئيس الوزراء ما هي إلا استكمال لذلك المخطط رغم خسارتهم. ولكن في نفس الوقت تتعرض الميليشيات إلى العزلة مع ابتعاد قيادات عراقية نافذة عنها كمقتدى الصدر وغيره من القيادات، وهذا ما أثار ريبتهم، فحاولوا تعويض خسارتهم في المشهد السياسي عبر وسائل أخرى واستخدام العنف منها. نعم، مع تسارع وتيرة استخدام المسيرات، معهد واشنطن قارن بين المسيرات التي استخدمت في هجوم 7 نوفمبر وهجمات أخرى في العراق حصلت مؤخرا، مرجحا أن الجهة المنفذة هي نفسها وتستخدم نفس طراز المسيرات، وهي تعمل بخاصيات نظام رباعي المراوح وقصيرة المدى، وتتمتع بنظام إدارة البطارية عالي الجودة، ولديها نظام قياس عن بعد.
مع الانسحاب الأمريكي من العراق، هل بات لجم الميليشيات أصعب؟ بالتأكيد الانسحاب الأمريكي من العراق سيكون له تأثير على المشهد السياسي في العراق وعلى الوضع الأمني في البلاد، ولكن منذ فترة سحبت واشنطن قواتها المقاتلة كخطوة للانسحاب الكامل لقواتها التي كان هدفها تمكين القوات العراقية من السيطرة وحماية البلاد. هذا يتضمن حماية العراق من تنظيمات كداعش، ولكن أيضا بسط الأمن ومكافحة الميليشيات غير المنضبطة. هل تعتقد أنهم قادرون على لجم تلك الميليشيات القوات العراقية الأمنية؟ الميليشيات تبذل جهداً لإظهار أنها أقوى مما هي عليه من خلال حملات إعلامية منظمة وذكية وحملات تضليل لتخويف الأفرقاء العراقيين الآخرين. هذا طبعاً لا ينفي أن الميليشيات تتمتع ببعض القوة في التهديد الحقيقي، ولا أحد يريد انزلاق الأمور إلى المجهول. ولكن في المقابل القوات العراقية طورت من قدراتها بشكل كبير خلال 5 إلى 10 سنوات الأخيرة، وأصبحوا في موقع قادرين على حماية العراق حتى وإن كانت لديهم إمكانية بحجم طائرات من دون طيار. إيران طورت ترسانة المسيرات لديها رغم أن أسلحتها الجوية متهالكة، فكيف؟ التقنية التي بقيت واشنطن في احتكار شبه كامل لها لسنوات عبر مسيرات بريدتر وريبر أصبحت في متناول 95 دولة، بينها دول غير متقدمة تكنولوجيا كإيران التي تزود وكلاءها بها في المنطقة. عام 2011 كانت نقطة تحول بالنسبة لطهران حينما أسقطت RQ-170 سنتينل شبح التي تديرها وكالة الاستخبارات الأمريكية على أراضيها. تفكيك المسيرة سمح لها بمعرفة نظام الالتفاف على الرادارات، وأصبحت قادرة على تصنيع مسيرات ذات مدى طويل وقادرة على إيصال صواريخ دقيقة وبعيدة المدى. إلا أن معظم الخبراء يعتقدون أن الإيرانيين ما زالوا يفتقرون إلى التكنولوجيا في إنتاج أنظمة التوجيه والرصد المتقدمة، وتبقى المسيرات الإيرانية على عكس ناظراتها الأمريكية أقرب إلى مسيرات انتحارية تتلف حين اصطدامها بأهدافها وهي منخفضة التكلفة. فهل فقدت المسيرات بعدها الاستراتيجي ليصبح استخدامها بشكل عشوائي ولتحقيق مكاسب آنية؟ It's a very good question. هذا سؤال مهم. بالتأكيد ظهور الطائرات من دون طيار في الساحة العراقية كسلاح للمجموعات التابعة لإيران بدأ كأنه سلاح استراتيجي وبقدرات جديدة، وهي قدرات وضعت بأيدي مجموعات موثوقة من قبل الحرس الثوري وفيلق القدس، ولكن خلال 2020 شهدنا ارتفاعا في وتيرة استخدام تلك التقنية وخاصة في الصيف خلال التحضيرات للانتخابات العراقية، وهناك مخاوف من أن تسقط تلك التقنية بأيدي ميليشيات خارج السيطرة. Disseminating into groups that perhaps they can't control as well. بايدن منذ بداية عهده اتخذ إجراءات لردع المسيرات، فتم إنشاء وحدة أمريكية إسرائيلية لمواجهة مسيرات إيران، وأنزل بايدن عقوبات بحق مسؤولين في الحرس الثوري يقومون بتصنيع وتزويد الميليشيات بها. برأيك الخطوات التي اتخذها بايدن كافية للردع؟ هذا قيد المراقبة. ما إذا كانت تلك الخطوة قادرة على التصدي للمسيرات الإيرانية، ولكن في نهاية الأمر المسؤولية تقع على عاتق إيران للجم استخدام تلك المسيرات والتي تحدث أضراراً كبيرة والحد من ممارسات الميليشيات السلبية. وكذلك من المهم أن تقوم السلطات العراقية بما يلزم لردع تلك الممارسات من خلال فرض القانون ومعاقبة الجنات، وعلى القضاء العراقي تنفيذ مذكرات الجلب. ويبدو أن الاستثمار في الأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار كالليزر يجري على قدم وساق. كريسبن سميث الباحث في معهد واشنطن، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، مع السلامة.